ينضم إلينا الآن من يريفان موفدنا سمير عمر. سمير، أهلا بك معنا. كيف تبدو الأجواء الآن في يريفان، خاصة بأننا على موعد مع لقاء مهم اليوم سيجمع وزير خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو؟ يعني في العاصمة الأرمينية ريفان لا صوت يعلو فوق صوت الحرب الجارية وقائعها منذ نحو 14 يوما في ناغورني كاراباخ. نحن هنا في الميدان الرئيسي في العاصمة الأرمينية، حيث انتصبت شاشة كبرى تبث عليها أعمال القناة الرسمية الأرمينية التي لا تتوقف عن بث صور الجنود وصور تطورات العمليات في ناغورني كاراباخ. وأيضا قبل قليل كان هناك دعوة من البطرك في ناغورني كاراباخ يدعو المواطنين إلى الاصطفاف والوقوف خلف القوات المسلحة في مواجهة ما سماه عدوانا أذربيجانيا على الإقليم. التقينا عددا كبيرا من المواطنين في أرمينيا هنا، وجميعا أكدوا على أن قضية ناغورني كاراباخ من وجهة نظرهم هي قضية أرمينية عادلة، وأنهم يتعرضون لعدوان آذري منذ نحو أسبوعين. هذا على المستوى الشعبي والرسمي هنا، بينما كنا قبل قليل في وزارة الخارجية الأرمينية حيث تجري جهود مكثفة من أجل إنجاح جولة المباحثات التي دعت إليها روسيا اليوم في موسكو بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بوساطة من سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي وبدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل ستنجح هذه الوساطة في تخفيف التوتر الحاصل في ناغورني كاراباخ؟ وفقا لوزارة الدفاع الأرمينية فإن ليلة أمس شهدت توترا وهدوءا نسبيا بالتوازي في إقليم ناغورني كاراباخ. اليوم قبل نحو ساعتين من الآن كنا على اتصال مع وزارة الدفاع الأرمينية، قالت إن القوات الأذرية وجهت مدفعيتها نحو عاصمة الإقليم وأن استمرار المعارك ما زال هو سيد الموقف في الإقليم. هذا على الجانب الأرميني. من وجهة نظر الأذرية فإنها تواصل عملها من أجل ما تسميه تحرير الأراضي المحتلة من جانب إقليم أذربيجان وأرمينيا. بالتأكيد اليوم سيشكل خطوة على طريق التوصل إلى تهدئة، ولكن هذه التهدئة لن تكون حلا لهذه الأزمة. البعض يشير إلى أنه من الممكن أن تعود إلى حالة اللاسلم واللاحرب التي امتدت منذ عام 1994 حتى الأسبوع حتى 27 من سبتمبر الماضي، ولكن الأذريون يريدون حلا لهذه القضية والأرمنيون أيضا، ولكن لكل منهما روايته الخاصة في كيفية الوصول لهذا الحل. شكرا لك مفدنا سمير عمر، كان معنا من يريفان.